لخبر آخر، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة أعلنت النهاردة نتائج المسح القومي حول الصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة، واللي بيعتبر أول مسح لطلاب المدارس تحديدا، لأنه طبعا المراهقين والأطفال هم البوابة الرئيسية. البوابة الرئيسية لإيه؟ للتعرف على معدلات انتشار المخدرات في المجتمع بأكمله. نشوف التقرير التالي ونرجع لحضراتكم. خلال مؤتمر صحفي بمقر المعهد القومي للتدريب، أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان نتائج البحث القومي الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، الذي شمل أرقاما مثيرة للقلق، خاصة الانتحار وانتشار المخدرات. عملنا الاول دراسه استطلاعيه، في الدراسه الاستطلاعيه طلع حوالي 50% من الطلبه عايزين يتخلصوا من حياتهم، فده كان رقم يخضني جدا الحقيقه، فقلت معلش دي دراسه استطلاعيه غير محدده وملهاش يعني ملهاش محل من الاعراب. فلما عملنا الدراسه فعلا حوالي 13% من الطلبه بيفكروا في التخلص من حياتهم، ودي رقم مهول بالنسبه للارقام العالميه، رقم كبير جدا لازم نشتغل عليه بسرعه، ولازم نهتم بالصحه النفسيه في المدارس، ولازم نهتم بتدريب الاخصائي النفسي وتدريب الاخصائي الاجتماعي جوه المدرسة، لأن دوره هيبقى أساسي في الفترة الجاية، ومهم جدا أن يبتدي معنا الوقاية قبل ما نحتاج لخطوات العلاج. كشف المسح القومي أن معدل انتشار إدمان المواد المخدرة بلغ 86% بين طلاب المدارس الثانوية بالجمهورية، مؤكدا أن معدلات انتشار الإدمان في الصعيد أقل من نظيرتها في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الطلبة الذكور عنه بين الطالبات الإناث بنسبة 2:1 تقريبا. في العديد من الأرقام الحقيقة اللي هي مثيرة للاهتمام في هذا البحث. بنبتدي بحكاية المشكلات النفسية اللي موجودة عند النشأ ودرجة انتشارها، وخاصة القلق والاكتئاب. الرقم المثير للاهتمام أيضا زيادة التفكير في الانتحار لدى الشباب، وده مؤشر لدرجة المعاناة، لأن ما فيش حد بيوصل لهذه الدرجة من التفكير إلا ما يكون في عنده درجة عالية من المعاناة. ثم ارتباط هذا المؤشر عند الكثير من الشباب كما هم ذكروا بأنفسهم ببدء استخدام المواد المخدرة. أرقام مثيرة للقلق دعت القائمين على البحث إلى العمل على تحليلها والخروج باستراتيجية متكاملة في أقرب وقت تحمي شباب مصر من مخاطر الإدمان.